حرف اكس هنا زياده بالكامل فئه الجي ال اي. ليش؟ لان هذه فئه الجي ال اي المطوره موديل 2024. هذه سعرها 129000 ريال بالضريبه، لونها فضي، 4 سلندر 2.5 204 حصان غير اوتوماتيك، 8 سرعات دفع امامي، فتحه سقف، اضاءات ال اي دي، حساسات اماميه شد مصنع، وجنط 17، اشارات بالمرايه، مقبضه بالكروم، زيج كروم، فيها جناح خلفي وحساسات خلفيه عد 2 جاي شد مصنع. متر البنزين يمشي فيها 17.9 كيلو، تقييم ممتاز بلس، بنزين 91، دخول ذكي، تشغيل ذكي، مقاعد جلد، كرسي ساق وراكب بحركه كهربائيه، زجاج كهربائي اوتوماتيك واحده، مثبت سرعه، تحكم بنظام صوتي، شاشه ملاحه مع نظام صوتي من نوع جي بي ال، فيها شاحن لاسلكي الجوال، مكيف لمس، تحكم منفصل للساق والراكب، مرايه تعتيم داخليه وسنتر لوك. فتحت التكييف تتبع مكيف الامامي، ستاره خلفيه كهربائيه، انوار السقف ال اي دي، وتكه خلفيه بحامه اكواب مع مثبت مقاعد اطفال. يعني اهم فروقاتها فئه الجي ال العاديه، مقاعد جلد وكرسيينها كهرب، وفيها ملاحه ونظام صوتي من نوع جي بي ال، واكيد فيها ستاره خلفيه شد مصنع. ولا تنسى تتابعني أداء عبد الرحمن الخالدي.